أصحاب الفقر الهم الظلم والغم القهر اللي فايح سم القلب اللي بعمره لن يحمل باره دم أصحاب الفقر الهم الظلم والغم القهر اللي فايح سم القلب اللي بعمره لن يحمل باره دم أصحاب الفقر خلص سعيد خلصنا فجر هيك قال لي وهيك صار انا قال لي الظاهر بعدين نوال بحمايتنا على القليل فهم انه نوال واهله مالهم لحالهم انا اللي قهرني انه هو واقف معنا لا ومبسوط لانه نحن عم ندير بالنا على نوال بس بتعرفوا شباب يعني حلوا عن المخلوقه بقى ما حلوه ثلاث شباب حايصين بالحاره قدام بيت ام نوال حلوا بقى خلصونا قول لحالك بالاول انا شو دخلني انا كنت عم بشتغل مع عمي ابو نوال بس انتوا شو دخلكم حلو بقى خلصونا شو يعني؟ نترك الساحة للأستاذ؟ حاجتك فجير حاجتك ها يعني الرجال طلع مو مثل المفكرين بنوم خلاص كل واحد عليه من حاله حاجتنا بخف إيد لعند البنت مشان سمعت نوال على القليلة بس بتعرف زهير انت لازم تروح عند الأستاذ عصام وتستسمحه شلون؟ بده شلون؟ بسيطة منروح لعنده على البيت ومنعتذر منه ومناخد له بإيدنا شي هدية الهدية علي أنا عليك عليك المهم يعرف الاستاذ عصام انه نحن ندمانين وجايين نعتذر منه خلاص تكرم ابو سعود هات لحمي هات 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 سيخين هاتوا لك ها ها قوم جيب انت قوم جيب قوم جيب شوي شوي شباب منيحه ستويهم شوي بدك تضربي ان شاء الله تضربي شو صاير لك؟ لا وانا جاي لعندك فرحانه وانت ابصر شلون طيرتي لي فرحتي عايدة لك شبك إيه بفكر باللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وليه مسطولة انت مسطولة يا بتحكي شبك يا اما خليني قوم اتيسر على بيتي ها انا جاي مشان فرحك معي ايش هالفالات لك انا ضيعت صباح من ايدي يا امي ايه علينا على شو دخيلك هالحكي مشان شو راح يروح الله معه شو اللي خلق صباح ما خلق مثله وأحسان لا هو كان بده ياني أنا بعرف بس أنا الحمارة أنا اللي خليته يروح مني لوحدة تانية أنا قاعدة قاعدة مسكرة مخي مسكرة على حالي إيه حاجة تعني إنها لك ألف مرة ما كنتي تردي أنا شو ناقصني أنا أحسن منهم كلياتهم أحسن من كل اللي بيعرفهم لك يا هبلة إيه انا خليت صبحي يحفى علي خليته يغني لي من الصباح للمساء وبالاخير ليكو اجا خطبني مثل التوتو بقى حاجه زدتي حالك عليه بس بدك نصيحتي نسيه بالمره ناقصني حلاوه ناقصني حلاوه لا لا مو ناقصني شيء ايه هذا اللي عم اقول لك اياه من الصباح ايه بس انا بتقبره بدي خليه يجي يوزعلك يهي علينا رجعنا على قصة صباح اسكتي يا ايش انتي عرفانة تقلي له مرحبا ولا هو شايفك كلك على بعضك يعني انتي بتخلي الوحدة تدج حكي يا دج خلص بقى حاجة قومي غسلي وشك وبلا هالمناظر قومي قومي خليني احكي لك كلمتين بفرحوا القلب هاي تفاح جاب لك ياهن عماد ما قلت لي بفكر باللي نسيني وبنسى اللي فاكرني يعني انتو ثلاثتكم مثل بعض لا نوال لا انا مو مثلهم انا غير شكل بعدين ما شفتي لما علقت مع الاستاذ عصام انا شو ساويت ومو بس هيك بدي خليهم يجوا يعتذروا منه قدامك وبكره بتشوفي طيب طيب روح هلا روح اصلا ما يطيق اشوف ولا واحد فيكم هاليومين روح ايه طولي بالك روح تيسا ليش عصبتي لك الله معك شي والله والله مالي قلب روح لك روح ايه طولان كمان اهلا 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 وسهلا عروسه خانم شو قال الخطابين بالجمله ايه ايه
انت شو رايك؟ انا موافقه. فهمت موافقه بس على انه واحد. على اللي اجا وطلبني صبحي جارنا. لا ليش منو هذا صبحي؟ في شي جديد جديد جدا. الله يتم عليكي. خطيبين بيوم واحد؟ شو ما كان ان كنت عم تحكي عن جد ولا عن مزح انا موافقه على صبحي. لا تمسخر علي. واذا كان مطرب صغير؟ ايه هذا ما له مطرب اصلا، لا صغير ولا كبير. انت عارفاني شو عم يصير حواليكي؟ ايه صحيح، في هذا الدكتور الهمشري اللي عندنا بالحارة، شو كان اسمه؟ ايه غزوان، اجا وطلبك. بس ام رياض اجت وطلبت وامي قالت ايه. انا لا قلت ايه ولا قلت لا، انا قلت يجوا يطلبوكي من اخواتك بس. امي اسمعي، هذا مطرب الأراضة بتشيري لي إياه من راسك نهائيا. لا بتنصاري ولا يصهرنا، عم تفهميني؟ احنا جايين لعند الأستاذ. شو عليه؟ فوتوا. فوت أخي فوت. دق الباب سعود، دقه. يلا دقه. استاذ نحن جايين نعتذر منك ونستسمحك. منيح منك. أسيسة أهلا وسهلا. والله يا استاذ حماوي الدم وهبل، ومنك السماح. ولو انه والله انا ما دخلني والله. لك انت ما راح تبطل عطك العطله هي. وش قلنا بياض وش. بسيطه بسيطه يا شباب بسيطه، خلص مشكله وعديت. شو هذا اللي حاملين؟ هدول الكفاره استاذ، من اخ صغير لاخو الكبير. شو هاد؟ يعني ما حلو نفوت بايدنا فاضيه. بس فواكه استاذ، فواكه، موز وتفاح وبردقان وجزر من سوق الهال مباشره، كله تازه. ولولا العيب والحياه كنت قلت لك انه زهير قطف لك اياهم على الشجره. ليك التاني ضفته من على الشجرة. لك كذب لك كذبة تصدق. ايشو فجل هني مستورد، هاد كله مستورد شغل برا. حلوة نجيب الاستاذ حيالله هدية. لهذا الصندوق كله لي كتار. لا مو كتار استاذ، مو كتار. انت كل تفاح قد ما فيك، كل تفاح، لانه في مثل اجنبي بيقول اذا بتاكل كل يوم كليين تفاح بحياتك ما بتمرض. كليين يا زهير كليين. استاذ الاجانب هيك امثالهم، يعني انا شو دخلني؟ شو وينه فجر؟ هلا بيلحقنا لانه يا دوب اجى من الشغل. سامحتنا استاذ، يعني مسامح كريم. مو مشكله، المهم يا شباب ما نفوت بمشاكل ما منها نتيجه. يعني ما يفوت الواحد لحتى يحل مشكله يطلع بمشكله اكبر منها. يا حبيبي يا زهير، يعني الاستاذ عصام بيقصد انه بالاول بنعد بعدين بنقص، مو نقص بعدين نعد. لك فهمت فهمت فهمت، يعني الواحد بيقدر ينتهي على كتفه شوال 100 كيلو بس ما بيقدر يحمل 50 ب50 بكل ايد، صح استاذ؟ صح، واعتذاركم مقبول. لك يا شباب، انتوا ثلاثة شباب الزراف، بس لو تجتمعوا على شيء مفيد، يعني ما تضلوا يوم تشتغلوا يوم عاطلين عن العمل. انتوا هلا ما بتلتقوا الا عند يا شيء مشكل يا شيء خناق. لا يا استاذ، نحن سأل عنا. يلا وكيلك، ما في شغله بتصير بالحاره الا ومنساعد فيها. نوال، هداك اليوم لما انصطموا سيادتكم مين سلك لكم اياها؟ انتو. وجبت لك سيخ حديد من بنايه ابو وائل، وانا ادفش والشباب تسحب، انا ادفش والشباب تسحب، وعينك تشوف يا استاذ. الله وكيلك صرنا نسبح سباحه. يسعدوا، ذكرنا القط قامت. شوفي شوفي. على فكره يا استاذ عصام، هذا هو اصل البلا كله. تلفلف. ايه. احنا جايين بقوس شوارب الاستاذ، انت عم تحميها؟ ما تاخذنا استاذ، ومنك السماح.
بسيطة بسيطة. شو قال عم تشتغل؟ مو بكير على رجلها؟ ما تخاف استاذ، شغلة مريحة. اسرع جوهر اسرع شوي. قعد لك بقى في مكتب. الفايت بضرب لي سلام والطالع بضرب لي سلام. ايه تضرب انت والشغلة. بس ولا؟ برافو، شو عم تشتغل ليش؟ سيك جوهر انت. استاذ، انت بتعرف اجنبي ما؟ يعني. شوف لي هدول، شو هدول؟ هذا دولار امريكي، الف ليره لبناني، هذا ريال سعودي، وهذا قطري، هذول يوناني. لك انت شو عم تشتغل؟ افهم اكثر. الحمد لله. فات استاذ. ميمة، شو في؟ ليش قاعدة هون؟ عم بستناك. شو في؟ عايدة بهالشي؟ لا مو عايدة. لك شو في؟ اختي حدا ضربك؟ حدا عمل معك شي؟ قولي لي شو في؟ لسه ما حدا عمل معي شي. لسه؟ شو قصدك؟ ليك عماد، أنا ما قالي حدا غيرك بهي الدنيا. قالت لي امي انه الدكتور غزوان اجا وطلبني. انا ما بدي اياه، ما بدي اياه. ما بدك ما بدي. خلاص اختي قلت لي ما بدي. ما حدا حيجبرك، مع انه الدكتور غزوان ابن حلال. اذا اخذتي لمصلحتك، وإذا ما أخذتي بتكوني روحتي على حالك فرصة. ما بدي غزوان، كلمة واحدة. طيب طيب، الصباح رباح، والله مو قادران أعمل شيء. روحي نامي هلا، خلص بعدين بنحكي. بس أنا نطرتك لأنه لازم تسمعني. استغفر الله العظيم، ربي وأتوب إليك. يا حبيبتي، يا أختي، يا عيني، خلص، ما حدا حيجبرك على شيء. وعد؟ وعد. خلص قومي هلا. بكرة عندك شغل. بس انت وعدتني. ها لك خلاص، شو بكي؟ طبعا وعدتك. ايه هلأ صار فيني نام لأنك وعدتني. شو بدي قلي؟ شفتي عايدة شي؟ نايمة ما صحيح. عطيها الدكتور غزوان دوا كتير قوي مشان تنام. تصبح على خير. لهلأ نايمة؟ يمكن لهلأ ما بعرف. تصبح على خير اختي. رأيتك خلاص، ما حكينا فيها، خلينا على حكينا. طيب طيب بركي شي واحد هيك طحش علينا او حكى له شي كلمه بارده، طب بركي قلعونا. ولا صبحي هلا انت لقيت بده يضل عقلك صغير. خلاص منفوت لعندهم مثل العالم الاكابر ويسترجوا يقلعونا ليشوف شو بدهم يصير. شو ما في اصول يا اختي؟ ما في فايده، ما في نصيب، ما في نصيب. الهيئة انه غزوان طالبها. انت شو عرفك؟ هيك قلبي حاسس. بعدين ان شاء الله مفكرة، يعني ان شاء الله مفكرة انه العالم هيك اوام بيعطوها لواحد بيشتغل بالكباري. والمعنى؟ قلبي مو منشرح لك القصة، حاسس زفت لعندهم بده يصير مشكلة. ولك يا قابل، على عيون العالم، على عيون العالم، نحن لما منفوت لعندهم بنكون ساوينا اللي لازم نساويه. البنت رايتك ولحنا لسه ما فهمنا منها شيء. بس لا بس
خلاص تصرف مثل الرجال وخلي البنت تعرف انه ساندي حالها على الرجال، لا تبلش من هلأ تتملص. لا امي ما فهمت عليك، عيدي عيدي كمان. روق امي روق. ومي ما بدها تجوز هاد الدربكاتي؟ الشغلة بدها عقل، بدها تفكير ورواق يا ابني انت الكبير. اسمع اذا ضجت بتخربت الشغلة وبنفضح حالنا على الفاضي. امي ما اختلفنا، انا كبير ايه عم انا كبير، بس اتركها على كيفها. لا ايوه شو على كيفها، قال على كيفها. إيه الرجال بعد طلبها على الاصول ونحنا لازم يكون ردنا على الاصول. ليكوا على الحكي. ما يكون يفكر لانه شغلني على السياره بده يشتريني ويشتري عيلتي. اهدى لك ابني اهدى، فاهم علي؟ امي اقسم بالله بطلع بالمهم فرشته وبمسح فيه مزابل. لك هذا تبع كبري هذا بيتجوز بنات الناس؟ عماد عماد ابني، ترى القصه اذا ما انحلت بيناتنا وبالسر منفضح بتطلع روايحنا وبنصير علكه عند الناس. اهدى لك امي. وانا طاير عقلي طاير عقلي على اساس جايب لي عريس الهنا، ولا بدي هات الكبريهاتي. اه عم اقول لحالي ليش عم تقلي عم تقلي وعد وعد وعد، وانا اللي مفكر اقنعها بالدكتور غزوان. وميما مو هيك امي، شان اللي خلقك تركيني. روح بقى تيسر على شغلك. ايه خلص روح لك اخي، ما بصير اللي بدنا اياه، روح تيسر. لك شو انت ما فيك عقل؟ ما فيك عقل انت؟ لك انت وحدة انانية ما بتفكري غير بحالك، ما حسبت حسابك انه كلياتنا رح نتأثر من هالجنان تبع راسك هاد؟ تحسبي حسابك انه هذا المطرب الزفت صبحي بتنسي لي اياه وبتشيلي لي اياه من راسك نهائيا، وبس ارجع من الجامعة عم نحكي. معلش لك اختي ابكي ابكي، بس نحن مشان مصلحتك. لك شوفي شو صاير، شو القصة؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ ما في شيء، ما في شيء. ضلكم عملوا علي اسرار. ايه شوفي شوفي ميما شو القصة؟ لك شلون ما في شيء؟ شو القصة؟ ايه تصطف له روبا. كيفك حبيبتي؟ منيح. ما عرفتيني؟ أنا بابا حبيبتي. كيفك أنت؟ كيف أخوك؟ منيحين بابا. أنا مستعجلة، عندي مدرسة. دوس 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 دوس، لا تخاف دوس. ايوه ايوه
كمان 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 كمان. ما في شيء. شايف في أزعار؟ إذا تاني مرة تشقي شايف هذا المنشار بدي شيل رقبتك فيه، فهمت؟ وليه وليه منيح رقبتي مش شيء. كيف حيسس هلا؟ لا الحمد لله منيح. طيب دوس مني؟ ها؟ عم دوس ما في دوس أكثر روح. ها؟ تركني أيوة؟ ها؟ مثل عجاز ترك ما ماشي. ها؟ برافو. قاعد أشوف. يا. طيب. لك قوم 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 فكر حالك مريض مهان قوم فيك شيء. هيك كيف حاسس؟ ما يجعك شيء؟ لا. طيب وهيك يا؟ هيك يعني بمعنى هيك ما يجعك شيء؟ لا هيك ما عم يوجعني شيء. خلص ممتاز معناتها بدك تفلي قوم خلصني. وين شو حاطك؟ ها؟ يلا. اهلا تسر. مو حكي. شو؟ قحط روح 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 روح. لا لا ما بصير. لك أجر؟ موتك ها؟ بدك لك اجرك الثاني بعدين. اهلا بعد ساكن. مفضل. سلم على الوالدة. مرحبا بشكرك كثير. السلام عليكم. الله معك فشل، دير بالك على حالك. ايه قصري يما. هلا بدنا نضل نعيد ونفتي؟ وحدة اجاها دكتور تاخذ هذا المطربجي؟ والله لما سمعت انه طلبك ما صدقت. ما بدي اياه، ما بدي اياه. بعدين اخوك عماد هو الكبير وبيعرف مصلحتي. مي والله جوازي بتبيض الوش. شو قلتي؟ قلت بدي صبحي. لك انت مجنونه؟ ايه مجنونه. والله اخواتك لا يعملوا لنا مشكله كبيره. والله لا يذبحوني. ايه بقى يذبحوني ويخلصوني من العيشه. امي امي ومي ما بدك تفوتينا بقصص كبيره ها؟ خلص امي خلص، خلينا نقطع عرق ونسيح دم، مالكن عنا نصيب وصلى الله وبارك، واول عن اخر بدك تتجوزي غزوان. ما بتجوز الا صبحي. واحنا لسه في هوي اليوم قلت امبارح ما جاليش النوم واحنا لسه في هوي اليوم قبل ما ترميني يا حبيبي قبل ما ترميني يا حبيبي مش كنت علمني العوم مش كنت تعلمني العوم صوتها نهائيا كان جاي على بالي بوسه ضمه وتشوف كيف طلعت فيه
طلعت فيه كأني واحد غريب، كأني ولا حدا، ما كاني أبوها نهائيا. طلعت فيه هيك كأني واحد شحاد ولا حرامي. الله أكبر الله أكبر. ما بتعرف أما شو مساوي فيها حتى أسيان قلبها لهالدرجة؟ ما بتعرف بهالتسع سنين شو حكيت لهم عني؟ يا عم أنا عم أنا عم أنا عم بك يا رجل. اهدى عصام، اهدى شباك. لك صفوان شو النصيحة العجيبة هاي؟ شو الوصفة السحرية انه عصام اهدى؟ شو يعني اهدى؟ ما دامك مشوش هيك ما رح تقدر تفكر صح ابدا. انا شو عملت لها لعبي؟ عم تحملني مسؤولية دخولي على السجن. انا دخلت على السجن بإرادتي. ولك ما كل الناس بيعرفوا انه بحياتي ما كان لي اي علاقة مع السياسة ولا لي علاقة بتنظيم ولا بحزب. قال أنا تجاوزت الخط الأحمر. أي خط أحمر؟ ولك إذا أنا ما بقبل الرشوة مش الطبيعي إني أمنع الآخرين ياخذوا رشوة؟ أنا شو اللي عملته؟ أنا حاولت أمنع الفساد بالمؤسسة. دخلت على السجن لأني حاولت أمنع الفساد بالمؤسسة. ولك أنا قلت لهم للمفسدين ما بتمر مشاريعكم إلا على رقبتي. قالوا لي هو هيك ما رح نمرقها إلا على رقبتك. وهيك صار. كنت أفكر حالي أقوى منه. سميني رومانسي، سميني أهبل، سميني دون كيشوت إذا بدك، سميني شو ما بدك، لأنه النتيجة واحدة. 9 سنوات بالسجن والتهمة واحد من دعائم الفساد بالمؤسسة. رتبوا كل شيء، الشهود والوثائق وكل شيء. الله أكبر الله أكبر. 9 سنين بالسجن، 9 سنين بالسجن يا رجل، وأنا بعيد عن مرتي وأولادي وبيتي. 9 سنين وأنا بعيد عن وظيفتي. صدقني ما كنت سائل، ما كنت سائل نهائيا. كنت تحس إنه أنا محمي بعبير، محمي بالحب. محمي بالحب. نتيجة مين خسران؟ بنتي وابني أكيد، وبالدرجة الأولى أنا وعبير. أنا خسرت عبير وعبير خسرت حالها. بالضبط خسرت حالها. ولك هذا أبوكي ما بصير تتعاملي معه هيك. حي الله. وإذا أبي يعني؟ وإذا أبي شو بدي ساوي له؟ قومي فزي على حيلك. وليه؟ شلون يعني شو بدك تساوي له؟ تتركيه بالشارع وتمشي؟ رايحة على الفحص معصبة وأوعي مشرشحة ومبهدلة وطالع مثل الشحاط. خلصي ولي؟ ليش عم تطلعي فيه هيك؟ وعم تجقريني كمان؟ نزلي عينك تضربي بهالمنظر. يا ربي. هذا أبوكم، فهمانين؟ أبوكم وأبوكم رجال محترم ومحبوب من كل الناس. هذا مو شحات، أبوكي مهندس ومهندس كبير كمان. بعدين حتى لو كان شحات بيضل أبوكي ما بصير تتعاملي معه بهالطريقة الوضحة هي. ما بيكفي إنه انحبس 9 سنين ظلماً وعدواناً؟ نجي كمان علينا إحنا والزمن؟ هذا بدل ما تساعدوني لحتى نرجع لبيته وناسه؟ لا ما فهمت عليك. ركاب مكرو. لا يا ركاب سوزوكي احسن. لك بثلاث ليرات مكرو. طلعي فيني. ومي ما تطلعي فيني، لا تجنيني. انا اخوك الكبير بتطلعي فيني غصب عني. ولك تطلعي فيني انت. العين ما غرفت الكلام. يا اختي يا عيني يا حبيبتي، يعني معقوله كل ما بدنا نفرح بدنا نتكركب بالمشاكل؟ وين المشاكل؟ انا شو عم ساوي؟ الرجال اجى طلبني من امي وانا وافقت، يعني انخطبت. بيقوم لانه اجى واحد ثاني. بس هذا الثاني احسن. ها احسن من الاولاني واصغر.
رب العالمين بده لك مستقبل اكابر. يا جدبه بكره الدكتور غزوان بيتحسن وضعه وبتصيري ست مثل الست رزان. انا احسن من الست رزان. طيب مثل ما بدك، انت احسن من الست رزان، بس بالعقل. بالعقل لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. تك يا اميمه يا اختي، انا مسؤول مني يعني؟ ما عم تفوت بمخي؟ معقولة تتجوز يادا اللي اسمه صبحي وتدش لي الدكتور غزوان؟ مع انه مصلحتي مع صبحي، امي عم اشتغل معه على السيارة، بس الله وكيلك ما عم فكر بمصلحتي. بعدين فكري بمستقبلي، بدك تكوني مع مطرب كباريه. طيب لا تفكري بمستقبلي، فكري بمستقبل ولادك. بدك ولادك يجوا ولاد دكاترة لما ولاد كباريه؟ لسه بيقول لي ولاد دكاترة ولاد بطيخ مبسمة يرف، كلياتنا ولاد تسعة. وطي صوتك سدي حلقك وليه؟ يخرب بيتك شو انك نمرودة وليلة ذوق؟ امي لي ساعتين ساكت لها ومطول بالي عليها؟ بدك تفضحيني وتبهدليني قدام الناس؟ شو في بينك وبين صبحي وليه؟ لك احكي له شوف. يا عماد يا عماد خلصنا حاجة، تعلي صوتك انت وياها، بدنا نعرف ندرس لنا كلمتين بالرواح حبيبي بالرواح. انت انضب وفوت على دراستك وليه؟ لك شو شايفني ولد صغير ولك؟ عماد عماد الباب عم يندق. انا قلت لحالي اذا صباح بيفتح لنا بيكون الله كتير بحبنا. عماد لك يسعد لي الله صباحك ومساء، جينا على بيت العز والرجال طالبين بنت الادب والحشمه. انتوا يا رجال يا اخوات الغالي طلباتكم على العين والراس، شو ما كنتوا امرين. وانتي خالتي نعيمة لك يسعد لي الله الوش، يا نوارة الحارة انتي. شو عرستنا؟ ليشك واقفة بعيد؟ روحي حبيبتي يقبرني هالوش. روحي وميمة روحي بسرعة سابيها بسرعة. على عيني على عيني. شو يا جماعة ليشك ساكتين؟ شو ما في تفضلوا؟ ليكون اجينا بوقت غير مناسب. لا اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضلوا. بس عن جد يا ست ام رياض فاجأتينا. بس نحن اخذنا الاذن. بس نحن ما حددنا موعد وما قلنا لا ايه ولا لا. والله يا ام رياض يعني ماني عارفان شو بدي اقول لك. جيدكم كثير غالي وعلى العين والراس، بس مثل ما بيقول المثل، من داس عتبتك داس رقبتك. البنت مطلوبه يعني يعني. ولك هي بنتي مقدمه ومثل الفله، بتنطلب وبتنطلب كثير، بحق لها وبتستاهل. لك هي بنت ابو عماد الله يرحمه، اللي سمعته كانت مثل المسك وتربايتكم ما بيتغبر عليها. لك بس يا ام رياض اللي بدي اقوله انه البنت يعني شبه مخطوبة. انت شبه، لذلك خلونا ناخذ رأي البنت، يعني بلكي قلبه مو منشرح، مو هيك خالتي ام عماد؟ خلوها تنقي ونيال مين بصح له ينقي. وصبحي ما نخب عليكم، بتعرفوا الخمير والفطير. بس يا ام رياض مالكم نصيب عنا. صبحي شاب آدمي فنان الله يخلي لأهله، واللي بدي اقوله انه مالكم نصيب عنا، مالكم نصيب. ما بتأمروا نحن سوينا اللي علينا. قوم قوم صبحي قوم. أخ صبحي افتح السيارة. Thank you.
لك شو ما غسلتي الجرابات؟ أميمة؟ أميمة؟ بدي جرابات؟ ايه يلا على راسي. ست رجاء خلي ابو محمود يعمل لنا اثنين قهوه، واذا بدك تنصرفي الله معك. صارت حوالي الساعه 3، سلمي على جوزك وولادك. امرك مطيع بيك بالاذن. لحظه ست رجاء، تفضلي، هاي مهمه دير الزور وفوق منها مكافاه كمان. شكرا مطيع بيك. شكرا، مع السلامه. شكرا. تصور على الصدفه، سكرتيرتي اسمها رجاء والمدام عندي بالبيت اسمها رجاء. استريح. ناس درويش يعني لازم نساعدهم، فنحن بنعمل اللي علينا والباقي صباح. ما اسمك صباح؟ نعم نعم صباح. انا مشكلتي يا سيد صباح، انت لسه ما تخرجت معي؟ قربت ان شاء الله قربت. انا يا سيد صباح مشكلتي مو انك تشتغل قبل ما تتخرج، بالعكس انا بتصور اذا اشتغلت تكتسب خبره ومعرفه في مجال الاداره ومهاماتها. مشكلتي عندي بمساعدين، ما عندي مساعدين اكفاء، بدي ناس فهلويين شطار يفهموا بالقانون، يفهموني على الطاير. وانت يا ابني عدم المؤاخذه لساك صغير بغو. انا عدوي لدود البيروقراطيه، البيروقراطيه هالكتني هلك، بس شو بدي اعمل؟ القانون، كلنا لازم نحترم القانون لانه نحن تحت القانون. بيقولوا عني نظامي وقاسي واني برفع وبنزل ظلم بظلم. قال انا ظالم. تصور كل هذا الشغل اللي فوق راسي اني يكون ظالم. بعدين شو يعني؟ انا عندي وقت لحتى اظلم؟ المهم اوعى تفتكر حالك لانك جاي عن طريق بنتي. قصدي يعني انا بحاجه لناس اكفاء لخبرات، ناس تفهم علي على الطاير. يعني قسما بالله لن اسمح للبيروقراطيه بانه تقضم مؤسستي وتقضي عليها. الله يجزيك الخير. يعني هو الانسان بطبعه مو مشكله مو مشكله. بتعرف يا سيد صباح، انا بعرف هلا انه نص الموظفين قاعدين من غير شغل مو لشيء، بس لانه ما عندهم كفاءات. ومع هالشيء لازم نحافظ عليهم وما بصير يتسرحوا. ليش؟ لانه عندهم اولاد ولازم ياكلوا. يعني القضيه كلها هموم بهموم. دريت انه رفيف رح تطلع بكره على شاشه التلفزيون؟ لا والله. ان شاء الله الف مبروك. وان شاء الله هيك بتكون دائما. يا سيدي هي حابه هالشغله. رغم اني حذرتها، يعني قلت لها يا بنتي الشهره ممكن تاثر كثير على المراه يعني، بس هي مصممه. عنيده وراسها يابس. لمين طالع عنيده وراسها يابس ماني عارفه. على كل حال مو مشكلة، البنت يمكن هي عاشت معي 4-5 سنين بموسكو وبتصور صار عندها سعة أفق وانفتاح بالذهنية أكثر. هو أكيد السفر والغربة بيلعبوا دور إيجابي طبعاً. أو جيلكم هاد غريب وعجيب، أنت شو رأيك؟ ممتاز. بعدين رفيف ما شاء الله عنا بنت موهوبة وذكية وسريعة البديهة.
يعني انت ما بتشوف بشغلة المذيعة شي خاص؟ كامرأة كل الناس تعرفها؟ لا ابدا، بالعكس. عفوا، وين الغلط؟ تعجبني ساعة اللي فوق عندك، شب فهيم وذكي وفهلوي كمان. ما لك مفكر تعمل محامي بالمستقبل؟ والله ما لي عارف شو بدي اقول لك. يعني هو مطيع بيك، انا ما فيني اتدرب عند استاذ، وحتى ولو اتدربت ما راح اقدر، لانه معلومك المكتب بده تكاليف كتير كبيره، وانا ما راح اخبي عن حضرتك، انا من عائله وضع المادي متواضع او يمكن اقل بشوي. مو عيب، مو عيب يا ابي يا صباح. انا كمان مثلك، كنت من عائله فقيره ومعدمه، بس الحمد لله الله عطاني وصرت مثل ما انك شايف. شرطة؟ لا يا شرطة معلم، ما في شي محرز. ولا عامل لي زعوري هون؟ عيونك بشيلها يا حيوان. جيبوا الشرطة. خلص بأمرك، فلي فلي فلي، ما في شي بأمرك. بس كرمال الله تخبر الشرطة. تفضل. لك عن شوفي، مو هذا اللي جيت رجدني مشانه؟ شو اللي صار بيناتكم؟ مدري شو بو معلم. جن. الله وكيلك، لا بشكله، لا بشكلني. بلا هالشرطة معلم، بلا. بلا هالشرطة، مشان سمعت محل. بعدين بدنا نجيب الشرطة مشان شغلي ناكتي. أنا بفهمه. أصبح على شو اتخانقتوا؟ هذا محلي وبدي أعرف الشردة والوردة. بركي في شيء مو تمام. تعال معلي، أنا بفهمك شو. خليك هون، لا أنت شو يطلع؟ بعرف هالي شو. ناويين على المقالي ما هي؟ الله يعطيكم العافية. أمي؟ ما في شيء. وين ما تركي من إيدك أختي؟ تركي بدي إياك تروحي معي هالمشوار. ما بدي. وميما خلص بلا غلاظة، قومي يلا. ما بدي، مو على بالي. لا طلعي لي جناني. روقوا روقوا يا أولاد، الله يرضى عليك، يساوي مثل ما عم بيقول لك أخوك الكبير. خلص أمي، مو على بالي. أمي بس أنتِ روقي الجو، قومي. أنا بكفي بدالك. كاتي. تركي ميدا. روحي معه، بلكي بتفهمي عليه بيفهم عليكي. الله يهدي سرك. تضربي مغلظك وميمة؟ والله طول عمرك قلبك طيب ودرويشة وشاطرة، بس هاد لا تسكري، هاد لا تسكري. تك يا أختي، يا عيني، يا أميمة، أنا شو بدي غير مصلحتك ومصلحة العيلة؟ خلص أخي، مثل ما بدك. لك شفتي شو حلو الرواق؟ عما شو حلو الرواق؟ طيب. إيه ربي بربي، لا اشتري لك أحلى زبدية قيمة، واشتري لك أحلى فستان سكلمة، منيحة؟ منيح. طابت عايدة؟ شلون بدي أعرف حضرتك حابسني هون بالبيت لا فوتة ولا طلعة؟ لك شو حابسك ما حابسك؟ الله يسامحك بجاه النبي، معقولة الحكي اللي عم تحكيه؟
بس هي رفيقتي. أصحاب الفقر الهم الظلم والغم القهر اللي فايح سم القلب اللي بعمره لن يحمل بعروق دم أصحاب الفقر الهم الظلم.